أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزني إذا شئت سهلا. وبعد، يقول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقد سبق الحديث عن هذه المادة أو عن البناء بشكليه، المادي والمعنوي. وتحدثت عن البناء، كيف كمادة البناء، كيف يستعملها الإسلام في كل الأشياء التي يقصد بها التماسك. فالمؤمنون بناء، بناء مرصوص، وهذا تمثيل لترابط الأمة وتماسكها. وتحدثت عن البناء فيما هو من المعاني كبناء الأسرة، وهو بناء، والفقهاء يعبرون عن ذلك، لأن الأسرة ليست مجرد التقاء، وإنما يجب أن تكون بناء بكل ما للبناء من مقومات، أي لابد أن يلاحظ فيها التجانس بين الزوج والزوجة، مثلما نلاحظ التجانس في مواد البناء، أي في الأحجار، فلا تضم حجارة كبيرة إلى صغيرة، وإنما تكون الحجارة في أحجامها متقاربة إذا لم تكن متماثلة، كهذه الأحجارات الآن أو المواد التي يصنع بها البناء الآن، وهي مصنوعة فهي متساوية في طولها وفي عرضها، وذلك ما يجعل البناء متماسكا ومستقيما. كذلك الشرع تحدث كذلك عن هذا البناء في المعنوي في الأسرة، أي ليس كل إنسان يصلح لكل زوجة ولا كل زوجة تصلح لكل زوج، فلا بد أن يكون هنالك تشابه أو تقارب، والذي سماه الفقهاء بالكفاءة، الكفاءة. والكفاءة كما قيل هي الكفاءة في المذهب المالكي في الدين والحالي، في مذاهب أخرى يختلفون في مفهوم الكفاءة، ولكن أقل مقومات الكفاءة في الأسرة المسلمة في المذهب المالكي أقلها أمران: الدين والحال. الدين بمعنى أن الرجل ليس معنى أنه مسلم أو ليس مسلما، لأن من ليس مسلما لا يمكن أن يتزوج مسلمة أصلا. لا نقصد أن يكون مسلما أي غير يهودي ونصراني، إنه لا يتزوج المرأة مسلمة أصلا، وإنما يقصد به التدين. الدين هنا يقصد به درجة التدين، فيكون الرجل في درجة من التدين معينة ليساوي امرأة متدينة. إذا كانت محافظة على دينها، محافظة على صلاتها، وتقدم إليها رجل ليس له، وإن كان مسلما لكنه ليس من هذا النوع، مضيع لصلاته، تعاطى الخمور أو كذا، ليس كفؤا له. والكفاءة، كفاءة هي من قضايا بالأساس قضايا النساء، هي المرأة إذا قالت: هذا الرجل لا يناسبني من ناحية الدين، فالقول قولها، لأنها تعرف الكفاءة. إن قالت: هذا لا يصلح لي، ونحن كاننا في بعض المرات نحن الناس يتغاضون عن هذا، فامرأة محافظة على دينها يتزوجها شخص ليس له دين أصلا، لأنه فقط عنده منصب أو عنده مال أو عنده، وهنا يكون في حقيقة الإقدام على المخاطر، لأن هذه الأشياء تزول. حينما يدخل الرجل مع بيته يرى أنه لا يحافظ على الصلاة، وهي تحافظ، هي تريد أن تصوم النوافل ولا يفعل ذلك، هي تريد أن تغتسل من الجنابة ولا يريد لها ذلك، وقد يدفع بها إلى المعاصي، فيحضر لها أصحابه من السكارى ومن ممن ليس لهم دين، يمكن. فلذلك هذا كله إتعاب للمرأة، فحتى لا نقع في هذا يجب من البدء إنهاء هذا عن طريق الدين، أي التماثل أو التقارب في الدين، وهذا مسألة جيدة جدا.
الكفاءة كذلك في الحال، مش المال، الحال معناه أن يكون بحالة يشبه المرأة والمرأة تشبهه. فلذلك لو تقدم لرجل لامرأة رجل فيه شيء، مثلا مقعد، حق المقعد أن يتزوج، من حق المقعد أن يتزوج كذلك، لكن إذا قابلت المرأة بذلك، لأننا لا يمكن أن نحملها أن تتحمله دائما، ما مش يقول أبها هذا جاء رجل مسكين ديروا فيه الخير وكذا وكذا، أباك دير الخير أنت، دير دار خيرية لا بغيت دير فيه الخير ولا شيء، ولكن هي ستتحمله، ربما تحمله، ربما لا يستطيع أن يذهب إلى الكنيف تساعده إلى غير ذلك، فلها فيه ذلك مشقة. هل هي مستعدة لتتحمل تلك المشقة أو ليست مستعدة؟ هذا يعود إليها، لكن إذا قبلت يجب أن تقول قبلت، حتى في حالة ما كان إذا كانت البكر، إذا كانت المرأة بكرا فإنها يطلب منها أن تستأمر، البكر تستأمر وإذنها صوماتها، أي البكر يقال لها إن فلان خطبك فماذا تقولي؟ هي لا تحرج إذا كانت بكرا، لا تحرج، وما أي يكون في حالة من الخجل فلا تجيب أبا، أي أصلا أي لما تكون المرأة من هذا النوع، ما إذا ما كانت هي كانت يجرته بعد ما هدرة أخرى، هذا كلام أخرى يدفر ضباء هذا اللي خصك تديه، هذا ما بقاش خجل ولا كذا، تقول هذا ولا انتحر، ما بقى الخجل ولا هذاك، نقزنا ديك المرحلة هذه. ولكن نتكلموا عن الحالة الطبيعية اللي طبعا موجود في هذا، لا زال موجود في بعض البيوت وموجود في بعض، إذا فهي لابد أن تعبر، لكن إذا كان الزواج فيه من هذا القبيل فإنها لابد أن لا يكتفى منها بالصمت، الصمت يكتفى منه في الحالات العادية، إذا كان الزواج فيه شيء غير عادي لابد أن تعرب عن نفسها، تقول قبلت أو لم أقبل. هذا هو الكثير ديال المرأة اللي يتكلموا الناس، المرأة كانت تتزوج بكذا، تخرب القصة، الذين يصنعون الوهم ويحاسبون به الإسلام، ما هو الفقه هو هذا الذي نتكلمكم. وقال بعض الفقهاء إنه يستحب أن يراعى فيها تقارب في السن، هذا قال الفقهاء، ماشي راهم يقولوا لنا الآن في الإداء تقارب، فقالوا إن الشيخ الفاني رجل هرم شيخ يتزوج فتاة صغيرة بينهما بون وحاجات ليست متماثلة، فالأغلب أن المرأة، الغالب أن المرأة إذا قبلت زواج من هذا النوع لها في ذلك حساب، إذا قبلت فهو ليس باطلا، ولكن الأولى أن يراعي ذلك الأولياء، فلا يجبر الفتاة الصغيرة على تتزوج بشخص بشيخ فان إلا إذا كانوا ينتظرون وفاته لترث تلك المرأة، فذلك حساب ماشي زواج، هذاك حساب وهذا مشروع اقتصادي فقط. قالوا كذلك ويستحب أيضا فيه ملاحظة الجمال كذلك، يقول الفقهاء فالشخص الذميم جدا إلا إذا قبلت به المرأة، هناك شخص ذميم فقد لا تقبل به المرأة وقد لا تستطيع أن تعايشه، وإن كنت، لأن هذه ماشي تجارة أو لقاء دائم، فإذا كانت تقبله وكان ذوقها يقبل بذلك، وإلا ما معنى أن يكون تزوج الإنسان تظل هذه المرأة شاردة عنه لا تستطيع أن تراه، لأنه فإذا كانت هناك مصيبة ما يتحملها الزوج، يتحملها بدل غير هو أحسن من يكون بزوج. فلذلك قال بهذا الفقهاء أيضا، وموجود في كلام الفقهاء، الأصل في هذا هو أن نبحث عن أسباب دوام العشرة، أسباب دوام العشرة، لكن لما لا نفعل هذا تأتي حسابات أخرى مثل أوراق مثلا الهجرة إلى أوروبا أو شيء، هذا ليس كله الله أعلم به هل ينجح أو لا ينجح، غالبا ما تكون هذه صفقات تجارية وحسابات ضيقة، وغالبا ما لا يكون، لأن الناس إذا تزوج وقع الزواج بالتفاهم والتقارب والتشاكل في هذا الشيء، راه قالوا الإسلام ما قالوا لنا شيء واحد في برنامج ديال النساء، ولا هذا هو اللي كاين في الفقه الإسلامي، فالأولى أن المرأة وبعض الآباء خصهم يعرفوا هذه المسألة، أن لا يحرجوا هذه المرأة، ما
تفرضوا شيء غير قد سمع الآباء. إذا كانت هذه المرأة سوف تعافى هذا الرجل وسوف تفر منه، ما كان لاش تعد بها ولا تخليها، لأنك في ذات المطاف لم تكون أنت الذي تعيش معه. حتى في الأصدقاء، هناك أصدقاء لا تستطيع أنت أن تكون، ماشي كاع زواج، شي واحد ما تبغيش تكون معاه يقول بالك عليه اختني في راسه. لذلك لا، لأن هذه أشياء فيها إحراج، وإحراج طوال العمر صعيب، إحراج طوال العمر. فإذا كان نلاحظ هذه المسائل، وإذا نحن تحدثنا بها نتحدث بها من موقع الشريعة أحسن من يتحدث بها غيرنا. على كل حال، فهذه مما قلت بأن هذا كله يعود إلى معنى البناء. وتكلمت في المرة الماضية عن البناء المادي وكيف كانت له الشروط، وسبق الحديث عنها. بعد هذا يقول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لاحظوا في بنيناها أن هنالك هذا الاستعمال بنيناها، والأصل أن هذه النون هي نون الجمع. ولذلك يقول الناس أعطينا وفعلنا وقدمنا، هذا ليس لفظ، هذا ليس هو اللفظ الذي يستعمل في المفرد. حينما تقول في المفرد فعلت وأعطيت وقدمت فهذا على الحقيقة، لكن حينما تقول فعلنا وقدمنا وأعطينا وكذا فهو بالتأكيد فيه مجاز. بعض الناس يسمون هذه نون العظمة، أي هناك من لا يقول إلا هذا: نحن أعطيناكم وساعدناكم وأعناكم وكذا كذا، من يقوله؟ وهناك من لا يعرف ما يقول أصلا، هناك من لا يعرف ما يقول، يذهب الشخص الصغير إلى رجل مثلا يطلب فيقول له: إيوا أعطينا شي حاجة، الله يخليك أعطينا شي حاجة، جينا عندك باش تعطينا شي حاجة. هو 10 وذاك اللي بغى يطلبه غير واحد، جينا عندك حنا جينا هو غير واحد، وراه يطلب هذا ما مازال ما راهش يعطي شي حاجه، ممكن يعطي شي حاجه ما عادش غادي يقول جينا حنا عندك والله يخليك، حنا جينا عندك وقلنا لك وكذا وعطينا. دائما هذه بحال 10 ما يتكلموا هو، مع ذلك هذا في حاله يجب ان يتوضع فيها قليلا. لكن في غير هذا يكون المعنى كما قال بعض النحاة: اذا قال نحن اعطينا وفعلنا وفعلنا، ذا يقوله ابن مضاء يقول، فكأنه يتكلم عن طائفته، كأنه يتكلم عن طائفته: لقد قدمنا وشرحنا هذا الباب وقلنا فيه كذا وكذا وكذا. فالأصل أنه لا يتحدث عن نفسه، وإنما يتحدث عن طائفته كلها، أي عن النحاة، عن العلماء، عن هذا نوع من التخريج، وليس ذلك صحيحا أو حاضرا، على الأقل ليس حاضرا في ذهن كل الناس. في القرآن الكريم نستعمل هذا النون، نون العظمة، يستعمل الله تعالى هذا: ولكن والسماء بنيناها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس، والذي خلقه هو الله، وليس معه خالق آخر، ليس مع الله خالق غير الله، ولكنه يتحدث عن نفسه بهذا، وهو في ذاته عظيم. فإذا استعمل النون فلأجل التجلي بعظمة الإلهية فقط، ولكن ليس معنى ذلك أنه يشاركه في الفعل أحد أو الملائكة أو شيء. ليس هناك مساعد، فإذا قال خلقنا فالمقصود ذاته. لكن حينما نتحدث نحن في صلاتنا فنقول: إياك نعبد وإياك نستعين. قد تصلي وحدك وتقول إياك نعبد، أنت وحدك في البيت، فمن معك؟ أنت ضارع إلى الله تعالى، فلا تقول إياك أعبد وإياك أستعين دائما في السورة كلها هكذا. الجواب عن هذا ذكره كثير من العلماء. تعرفون أن بعض العلماء جزاهم الله خيرا، علماء هذه الأمة، شيء كبير جدا، شيء كبير جدا، ما تصوروش وصلوا العلم لهذه الأمة. حتى المرحلة هذه جات الأمة بدأت تحتقروا، ترمي هكذا علماء، شيء كبير. هناك من اشتغل في الكتاب الواحد 50 سنة، 50 سنة من القدماء والمعاصرين. ندلكم على كتاب لأن بعض الطلاب يحتاجوه، كتاب دراسات، هذا من أحدث الكتب في الحقيقة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم.
هذا كتاب لشيخ عبد الخالق عضيمة. خلق عضيمة واحد من العلماء، هذا كان مصري، هو مصري، وكان أصم، تعلموا كان أصم لا يسمع، وجاور في مكة، وجاور في مكة، وكتب هذا الكتاب الذي هو كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم. اشتغل فيه 40 سنة بالتمام، 40 سنة، وتقريبا لا يوجد من استطاع أن يحوم حوله، كل ما يتعلق بالأدوات إلا وقت الآن في حوالي 13 مجلدة كبيرة، لكن الناس ما عندهمش خبر عليه، قام ما يقراوش، في الناس يقراو غير داك ديال الخبر ديال الكتب ديال النعاس اللي تجيب النعاس، تعرف هذاك ديال الخرافات. هذا كتاب عظيم اشتغل فيه. كتاب الأعلام، كتاب الأعلام الزركلي، الأعلام الزركلي هذا الرجل كان سفيرا، وكان سفير في المغرب وفي جهات سوري، ورجل كبير اشتغل في هذا الكتاب ويجمع مادته نحو من 60 سنة، 60 سنة. وهناك من اشتغل 40 أو 50 سنة في تهيئ كتاب. ابن حجر اشتغل نحو من 40-30 سنة في كتاب لا الإصابة، في تمييز صاحب حلقة عمرنا ما شريناه، غير نشريوه غير 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 باش يكون عندنا الكتاب. إصابة شكون هو الإصابة؟ إصابة عندنا غير في الكرة، إصابات اللي ديال مع الناس. إصابة كتاب الإصابة الذي يعرفه الناس، جهد كبير. ها، وعلى هامشه تجدون كتاب ابن الأثير، ها، وسد الغابة. هذه كتب ضخمة كتبها العلماء الكبار. عبد الوهاب المسيري، اسمعون، عبد الوهاب المسيري لم جاء إلى وجدة هذا، وكان واحد من الذين كتبوا أكبر موسوعة، هي موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، يهود واليهودية. اشتغل في هذا الكتاب 30 سنة، اشتغل 30 سنة، منها 20 سنة وهو متفرغ، ثم وصل إلى مرحلة طبع هذا الكتاب وكان مكلفا، فاضطر إلى بيع بيته، فباع بيته. وهي ولكن الناس ما عندهمش خبر، هذه كتب نفيسة جدا، هي أعمار صرفت فيها، الناس أنفقوا فيها أعمارا كبيرة من أجل أن يحققوا هذه المعاني التي تحتاجها الأمة حتى لا تضطرب. هذه صيانة للأمة حتى لا تقع، لأن الفوضى الآن وقع في العالم الإسلامي مش فوضى الدين، فوضى الجهل، الناس لا يعرفون شيئا. لماذا ينشأ الآن هذا الشغف بالطائفة وبالجماعة ويقتل الإنسان ويسيل ويريق الدم الحرام من أجل طائفته ويظلم ويشرد الناس؟ ما تعرفون أن العالم الإسلامي لا يوجد الآن شيء أو مكان في العالم فيه هذا الدماء وهذه الأشلاء وهذه التفجيرات، إلا هل نحن لأننا نحن متدينون أكثر مما كان السابق؟ لا، لأننا نحن جهال أكثر مما كان السابق، لا نعرف. والإنسان يكون فارغا فيملأ فيحرض بهذا الأسبوع كان هناك إحراق تفجير في 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 مسجد في الإمام الأعظم في الأعظمية، هناك حيان كبيران في بغداد، الأعظمية والكاظمية. الكاظمية هي مثابة الشيعة، فيها موسى الكاظم وهو مكان معروف. الأعظمية نسبة إلى الإمام الأعظم، إلى الإمام أبي حنيفة، والإمام أبو حنيفة هو إمام أعظم من أئمة أهل السنة، وهو أول أئمتهم الذين دافعوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وله مكان معروف. والآن الذي يتبعه أي أكثر الأئمة تابعاً هو الإمام أبو حنيفة. الآن نسبة الحنفية في العالم هي أكبر من نسبة أي مذهب، المذهب الأول هو الحنفية، ولا ذلك يأتي الشافعية والمالكية والحنابلة بنسبة أقل، لأن آسيا كلها حنفية، وتركيا والشمال كله تقريبا كله من الأحناف، وهو الإمام الأعظم، يسمى الإمام الأعظم.
وهذا القبر كان موجودا وذهب إليه المغاربة في حقه. لو زرتموه إن شاء الله ييسر الله لكم زيارته، سترون أن بناءه مثل هذا، أي قبر أو مسجد، لأن المسجد مسجد أبي حنيفة طراز مغربي. وهذا شيء مهم جدا، لأن من العجيب جدا أن تجد بغداد التي هي عاصمة الدولة العباسية، لأن تعرفون أن العواصم الكبرى في تاريخنا في الشرق بغداد ودمشق. دمشق عاصمة الأمويين، وكانت هي الآن تهدم، وكان كل ما في دمشق شيء رائع، فيها بناءات، فيها حدائق، كان هناك حديقة من أهم حدائق العالم قبل أن يكون هناك حدائق فيرساي أو الحدائق المشهورة في أوروبا. كانت هناك خارج دمشق حديقة تسمى حديقة هشام أو بستان هشام. بستان هشام معروف هذا، أمويون فإن تبغي بهم ألحقوا الدنيا ببستان هشام، معروف هذا علامة. الآن كل هذا ينحد أمة، الآن دخلنا واحد الدرجة ديال التوحش، ماشي التوحش. هل يستطيع إنسان أن يهدم هذا التاريخ؟ هل توجد أمة مهما يكون الخلافات؟ هذا شيء يجب أن نحافظ عليه، لكن الشيء كله. فإذا كاين هنا دمشق، كاين بغداد، بغداد عاصمة العباسيين وبلغت درجة عالية في الرقي وفي البناء، ولكن هذه المدينة الآن تحتاج إلى العمران أو إلى البناء المغربي، لأن أي طبعا هذا يشهد المغاربة بأنهم الذين يتقنون الآن في الدنيا الآن هذا الفن. ويجي واحد يسأل يقول لا ما ديروش هذاك الشر، ماشي لا يجوز. هذا عنده كيف فمه لا يجوز أكثر من يقول أكثر من يجوز. لا يجوز لا يجوز لا يجوز، معناه مريقل على لا يجوز، مع أن هذه حضارة. وهذا في أي شيء يضر، في أي شيء يخالف الشريعة. فذكرت لكم فقط هذا لتعرفوا أن هذه الأماكن هي أماكن حضارية، وأنه كانت هذه البصمة التي هي بصمة هؤلاء الصناع والحرفيين والمهنيين. والذي وقع في هذا الأسبوع، لأن ذكرت لكم هذه مناسبة، لأن هذه المناسبة هذا الأسبوع كان هناك إحراق لجزء من مسجد أبي حنيفة في حي الذي هو كما قلت حي الأعظمية، والحي الآخر الذي فجر فيما سبق هو الحي الكاظمية وقبر موسى الكاظم. تعرفون ما سقط من هذه خلافات الصغار السنة والشيعة، هذا يهدم جزءا من الحضارة والآخر يهدم جزءا من الحضارة والآخر يفنى، ولن تبقى لهم أي شاهد لا لهؤلاء ولا لأولئك على شيء من حضارتهم. إذن أعود فأقول هذا الذي تحدثت به عن نون الجماعة، نحن نحتاجه أو نخاطب الله به في صلاتنا، ليس لأننا نريد أن نظهر لله العظمة فنحن عبيده، وإنما علمنا القرآن أن نتحدث عن أنفسنا وعن غيرنا ونحن نصلي. فكأننا نقول إياك يا رب نعبد جميع، نحن جميعا نعبد. العلماء الذين سبق أن أشرت إليهم كتبوا الكثير في سورة الفاتحة، في تفسير سورة الفاتحة. تعرفون أن هناك علماء أطالوا البحث وكتبوا الكتابات الكبيرة في سورة الفاتحة، فقالوا إن هذا أولا فيه استحضار للجماعة، أن الإنسان يضم نفسه إلى الأمة الإسلامية، والإسلام علمنا أن نقول وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين، يجب أن يقول هذا الإنسان. وقد يقول الإنسان وأنا من المسلمين وأنا من المؤمنين، لكنه إذا خرج قال أنا أفضل من المؤمنين، أنا المؤمن الوحيد في هذه الأرض، الباقون كلهم ليسوا على شيء. وإذا يقتل الناس بعضهم بعضا، فأنت لست من المؤمنين، ها؟ وإنما أنا أو لست
من هذه الأمة وأنت أكبر من هذه الأمة. يريد البعض، أي حينما يلتقي الناس، لاحظوا شيء ولا أدرى، خطأ كبير جدا، يلتقي الناس في بعض المجالس الخاصة، أشي يعلموا الناس باش يشدوهم، قولوا شوف احنا بوحدنا اللي نعرفوا الحقيقة، احنا اللي على صواب، الاخرين ما فاهمين والو، ما عندهم بيهم بعلمائهم كذا، والدين ديالهم شوية ضعيف وكذا وكذا وكذا، ويخذوا واحد الإنسان فيحشونه بالغرور، يعمروه انت كاش كاع خوك، ويجي شي واحد يتبادلوا بعض المرات، يبقاو المسلمين يكذبوا، الناس غير يحلوا عليهم يحلوا عليهم الكذب. انت الحمد لله واحد الوجه ديالك هكا راه منور، ولاخوك قلت انت واحد النور الحمد لله عليك، زعما الايمان يبان هكا زعما، واش انت نتنياهو راه يكون منور حتى هو، راهم يقولوا له ابن عمو هكا حتى هو راه مزيان، تخافوا انتوما فين شفتوا الايمان؟ واش الايمان تشوفوه قاعدين انتوما قاعدين للارض كما كان يقولوا، شبعتوا مزيان، تعشيتوا مزيان، حممتوا مزيان، وبقيتوا تشوفوا النور، واش النور يبان في هذا الشهاده؟ سيماهم في وجوهه، سيماهم في وجوه، زعما هما هذاك، هذا كله تغليط. وليش علاش الانسان هنا يتبعك الانسان؟ لاش؟ لانك ترضيه، انك لا تنتقده، ما تقولوش انت خصك الصلاح، انت مخير، الاخرون هم الشر، لذلك كما يقولون الاخرون هم الجحيم، انتم مزيانين باش تقعدوا معنا، انتم كاش كاع بحالكم، والاخرين لا ما يسواوش، وكي نجي نشوفوا اللي راهم قاعد معنا كفس من دوك اللي راهم برا. حد كان يعظ الناس، الناس يبقاو يتبادلوا ديك المواجيد ويبداو يتبادلوا العواطف، يعظ الناس وعظهم ثم وعظهم فصار الحاضرون كلهم يبكون، بقاو يبكيو مساكين تخشعوا، هذا يبكي الاخر يبكي، بقى يشوف ناض مشاش ندور على المصحف مشى ما جبروش، قالوا كلكم يبكي ما شفنا، ولكن من اخذ المصحف؟ بكى راه شفناه، ولكن المصحف طار، لان هذو استطاعوا يبكي ويديو المصحف خطره وحده، هذه يديروها بجوج، يخون المصحف لان احتاجوا ولا بيعوا، ويبكي معك عاوتاني، فلذلك لا تعرف اين توجد، لذلك هذا ليس هو الدين، هو الصدق، الدين هو ان تكون صادقا مع الله اساسا، وان تنشئ الناس على نوع من التواضع لله عز وجل، ومن مكاشفة الحقيقة، كل واحد يقف أمام نفسه في الدنيا قبل أن يقف في الآخر، هل أنا فعلا كما ماشي يجي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أحد أن يصف للآخر ويجعله من أهل الجنة، حينما مات أخوه من الرضاعة عثمان بن مضعون وكان من أعبد الصحابة، فقالت امرأته هنيئا له الجنة، لما ظنت، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول ذلك وما يدريك لعله أحدثها. إذا كان عثمان بن مضعون لا نستطيع أن ننسب له أو نثبت له الجنة حتى يكون بين يدي خالقه، فمن تستطيع أن تنسب إليه الجنة؟ أو من تستطيع أن تدفع به إلى النار لأنه يخالفك؟ هذا خالفني جهنم، هذاك عشاني مزيان من أهل الجنة، صافي قلنا نبيعوا ونشريوا في الجنة خطرة واحدة، غير عشاء وانت دخلت الجنة. فلذلك يبقى أن هذا كله كما قلت خلل، الصواب هو أن يدخل الإنسان مع الأمة ويتواضع معها، وأنا منها، ولذلك أنت تقول لك إذا كنت تعتقد شيء حاجة أخرى راه عندك غلط، أنت من المسلمين حتى يقضي الله بشيء ويصير أهل الجنة في الجنة في الآخرة تبلى السرائر، ولكن ماشي تصور بأنك ماشي غير أنت أهل الجنة، أصحابك كلهم فايتين الناس، هما دائما طبقة خاصة، والآخرين كل شيء ماشي هما، هذا أتعب المسلمين، كثير من الخلافات سبب هذا، علموا الناس يتواضعوا في التقوى في العبادة في العلم. أنا دائما نقولها لبعض الإخوان في زيارة هذه الأخيرة في بعض المحاضرات كنت ألتقي بها في مع بعض الأشخاص، وكنت ألتقي بشاب من سورينام، بعد ما قلت لكم يعني. شاب سورينامي، شاب صغير مازال وأسمر بشكل أدب غريب جدا، ويحضر في الدروس،
ثم عرفت من بعد فإذا به شاب سورينامي يحفظ القرآن حفظا كاملا حفظ جيد، وهو قاضي وهو أستاذ في الجامعة، شاب صغير إمام قاضي وأستاذ في كلية الحقوق، واستدعاني باش نمشي لكلية الحقوق عندهم. ذهبت باش كانت الأسئلة حول المدونة ومشيت جلست معهم شي شوية شي حاجة مشيت. المهم لما خرجنا هذا الشاب لقي شابا هولندي تقريبا قدو ولا شي حاجة، وهذا مع واقف مع واحد هولندية أخرى، فجاء واحد سولو قال له هذا الهولندي اللي الآن شكون هو؟ قال له هذاك أستاذ معنا في الكلية وكذا كذا. فسولناه غير هكا صدفة كيف داير هو في المعلومات ديالو، هو هذا حنا كنا مشينا ما كان ذاك الهولندي خلينا، قلت له كيفاش المعلومة ديالو؟ قال لك هذاك ماشي بحالي، هذاك أحسن مني وعنده علم أعمق مني ويعرف أشياء كثيرة. أنا بعض المرات بحال التلميذ عنده، مشى الآخر مشى أنا بحال التلميذ. طبعا هذا لأنه ويعرف أشياء لا أعرفها، لأن باه كان قاضي وأمه قاضية، أنا ماشي في مستوى ديالو، حنا بعاد. هل تجدون مسلما يقول الآن في بلادنا هكا الكلام؟ أنا أول أستاذ وأول كذا وأول إمام وأول فقيه وأول كل شيء أنا برومي فيه، ما كانش شيء واحد سبقني كاع. أكو سمعني طالبي بحث الآن في مازال في بداية البحث الجامعي، قل وهذا الذي قلناه لم يسبقنا إليه أحد، فين غادي تزيد معه؟ هذا وراء مازال في الصفحة الأولى، هذا في الصفحة الأولى، هذا غرور. وإذا كان من أدب العلم التواضع، لماذا لا يبارك الله في علمنا؟ لأننا لا نتواضع. حقك لما تشوف هذه الأشياء عجيب جدا، هذه التربية التي يربى على الإنسان كأنه يمسح كل هذه الأمراض ديال النفس. إذن فلذلك قالوا إن الإنسان يضم صلاته إلى صلاة آخرين ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. أولا يضم نفسه مع المؤمنين، وقال إن الله عز وجل حي ورحيم، إذا رفعت إليه الأعمال جماعة عملك وعمل وعمل فلان فإنها تكون أعمالا مختلطة. لا شك أنه سبحانه وتعالى يعلم أن فيها أعمالا صحيحة وحسنة فيقبلها، وهناك أعمال هي أقل منها ليست فيها الشروط أو فيها خلل أو كذا، إذن فهي ليست من نوع واحد. لكن الله من رحمته ومن حيائه لا يقبل البعض ويرد البعض، فقد يقبل الله الجميع بما في ذلك تلك الأعمال التي كان يشوبها نقص وخصاص. فأنت تضم عملك إلى عمل الآخرين لترتفع إلى الله مجتمعة، فيقبل الله منها هذه الأعمال مجتمعة، لأن فيها أعمالا أشخاص أتقنوا العمل وأحسنوه فلا يردهم الله تعالى ويدفع إقبالك ضمنه. وهذا جميل جدا أن هذا المعنى فيه الإنسان يضم عمله إلى عمل الآخرين ويسأل الله سبحانه وتعالى القبول. إذن ففي جميع الأحوال قول الله تعالى والسماء بنيناها، نحن نتكلم عن النون، أنا أعطيتكم فيها معانيها وهي ليست على الحقيقة، إذن فهي نوع من المجاز. لما يقول الله تعالى والسماء بنيتها، لأن الحقيقة هي بنيتها، لأنه هو وحده الذي بنى، ولكن قال بناها لاعتبارات إما للعظمة وإما نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم لنضم عملنا إلى عمل المسلمين ولتعويد المسلمين على أن يكون مع المسلمين، لذلك صلاتك مع المسلمين أفضل من صلاتك وحدك. وهذا فيه هذا باب واسع لا أريد أن أطيل فيه. قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، والأيد هذه مادة أصبحت تدل على القوة، الأيد تدل على القوة، وأصبح منها المصدر، أصبحت مصدرا، فيقال آد يأيد أيدا، آد يأيد أيدا بمعنى قوية. ومنه التأييد،
أنت تؤيد فلانا أي تقوي موقفه، أنا أؤيدك، إما أن تؤيده وإما أن تخذله. فإذا قلت أيدته فهذا مأخوذ من باب الأيد، من الأيد. والأيد في كل الأحوال تعود إلى كلمة هي اليد، آد يأيد أيدا، فتعود إلى الأصل الذي هو يد، والأصل يد يدي، إذا ما كانش كلمة فيها في العربية زوج حروف، أي لابد أن هنالك شيء محذوفا. فهذه الكلمة اليد في العربية، لاحظوا هذه الآن ربما أنتم تقرؤون في بعض الكتب صراعات وخلافات كثيرة جدا في هذا، أنا أحاول أن لا أعرضكم على هذه الخلافات ولا أعرضها عليكم، وإنما أذكر لكم ما ينبغي التقاطه فقط. هذه اليد في العربية قبل أن ينزل القرآن، نبدأ نشوف العربية في العربية، لأن العربية كانت موجودة قبل نزول القرآن عند العرب، والعرب منهم المسلم ومنهم ليس مسلما. هناك عرب يهود كانوا يتحدثون العربية، وكان هناك شعراء كانوا يستعملون اللغة بمعناها العربي ماشي بمعناها الديني، لأن أصلا ما كانش عندهم علاقة بالدين، بديننا على الأقل. سموأل، ها؟ سموأل بن عادية يهودي، كان شاعرا وكان يهوديا، وكان يعرف بأنه ياش ملكوا تعرفوا ولا في التاريخ تاعكم قاع، أوفى من السموأل، يقال أوفى من السموأل وفاء. ولذلك حينما كان أحدهم قد أودع لديه سلاحا، أحد زعماء العرب أودع لديهم سلاحا، فجاء الأعداء يطلبون منه السلاح أن يسلمه له، فقالوا له، قال لهم لا أسلمكم أمانة. فبينما هم يتحدثون معه إذ جاء ولده، ولده كان خارج الحصن لأنه كان يسكن في حصن، فأخذوا ولده، إما أن تسلمنا السلاح وإما أن نقتل ولدك. قال لو قتلتم ولدي ما سلمتكم السلاح، فقتلوا ولده وهو ينظر ولم يسلمهم السلاح. أنا أي شيء يدل هذا؟ يدل على الوفاء زيان، مش يدل على الوفاء، يدل على وفائنا نحن الأمة الإسلامية. هذا رجل من دين آخر ومع ذلك المؤرخون يذكرون له هذه المزية، يقولون إنه وفي، ما كانوا ما لم يخفوا قضية، قالوا هو وفي ولم يكن مسلما. حاتم الطائي لم يكن مسلما، وكانوا غالبا كان مسيحيا نصرانيا، ولكن المسلمين يقولون حاتم الطائي كان كريما، ماشي لان ما كانش مسلم ما بقاش يقول له كاع قل حاتم الطائي ما يسوى ما يصلح لنا، لا. هذا سموأل بن عادية، عقلوا على هذه الاشياء، سموأل بن عادية كان وفيا وكان شعره محفوظا. المسلمون مش خلاه لانه شعر يهودي كما يقول تعيرنا بان قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل، وجارنا عزيز، وجار الأكثرين ذليل. قرأوا الشعر دي، حفظوا هذه المسائل، وتطلب أنتم ذاك وتطلب محتاج وخرام غير قاعدين كذا، غير أنتم أطلبها خصكم تعرف قلوا لش مش بغيت تدافعوا الإسلام وتدافعوا العربية وأنتم غير ساكتين، حفظوها كل حاجة سجلوها، لأن الأصل هو هذا الأحد الأدنى اللي احنا نتكلموا، ماشي شي حاجة عشان نتكلموا عليه، ماشي شي حاجة خارقة للعادة، ولكن خصكم تكونوا كون عندي سل الهمة باش فبحثوا على الأقل. أنا شحال مرة عطيتكم هنا قصائد كان عمري ما سمعت لها الجرة ديالها كاع، ملينا ما تكونوش لما كنتوش التكوين هو هكا، بقى شوية حاجة بشي حاجة حتى بحال الماء يجمع حتى يجبروا السد، السد راه ما يجيش هضرة وحدة، لا بدا يجي بشوية منا وشوية منا حتى يتكون السد ديالكم، خصو يتعمر السد ديالكم العلمي، ولكن بالكتابة وبال إذن تكلمت على العربية وقلت إن العرب كانت تستعمل هذا، وهذه الكلمات بهذه المدلولات قبل أن يأتي الإسلام، أو التي استعملها غير المسلمين. الآن مسيحيون يستعملون، تعرفون أن هناك نصارى يتحدثون عربية، ومن اللبنانيين كتبوا، اللبنانيون كتبوا أكثر المعاجم العربية، اللبنانيون النصارى، اليسوعيون، اليازجيون، يازجي
الزيون كتبوا كتب أشياء كثيرة، وفيهم من كانوا في الحقيقة الزيون والمسيحيون المحدثون عندهم اهتمام كبير بلغة القرآن، لأنهم أخذوا من القرآن وأدرجوا في كلمات القرآن وهم ليسوا مسلمين، لأنهم يعجبون بالنص القرآني. هذا مسألة أخرى ربما شيء مرة نقولها لكم. فهذه الكلمة إذن صرف النظر لها دلالات، دلالتها هذه اليد إذا استعملتها العرب تستعملها بهذا المعنى، هذه الجارحة حينما تستعمل في القرآن الكريم مسوبة إلى الله، الجميع يتفق على وجوب التأويل الإجمالي. أي هذه مسألة أرضو بالكم فيها، التأويل الإجمالي جميع المسلمين متفقون فيه، بمعنى يقولون إن اليد في القرآن إذا نسبت إلى الله فقال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، فليس المراد يد أيديهم جارحة، أما يد الله بالتأكيد ليست هي الجارحة. هذه مسألة متفق عليه، ماذا نفهمها هذه مسألة أخرى، ولكن دائما لأنك يقول لا نؤول، التأويل كل الجميع يؤول، ما يمكنش اللي يقول معمر ما عرف ما قالوا، اللي قال أنا لا أؤول النصوص أقول غلط. التأويل الإجمالي مشترك بين السلف والخلف، يعني شحال من واحد يبقى يهضر شي هضره يقول ما كانش لي، وإذا لم أؤول معنى أن تثبت لله يدا جارحة إذا تركه لتمجسم، فذلك يقولون إن لا. ولكن ما هي هذا يختلف فيه الناس. إذن فهذه مسألة، اليد في اللغة العربية وستنعكس تعود إلى معان أساسية، إلى معنى القوة والقدرة، وإلى معنى آخر هو معنى السعة في الإنفاق. مش تكون باش يدير لهم الدرس تقول قال الله تعالى يد الله فوق أيها الإخوان يد الله فوق أيديهم وتجي فايت تدخلهم في الحيرة، خصك تعرف واش راك تقول يد الله فوق أيديهم. إذا راك ضربت هذه الهضره هذا ما تضبطش نجم حوايجك، خلي الناس يقعدوا في يمشيو يجي في رمضان بعد ما تبغي يقلب لك داك يقلب الناس ديك الحريره اللي كلاوها، لان ما كاينش كلام الناس كلام كيقولوا كلام عابر، والاسلام ماشي هو هذا الكلام، هو تحقيق هذه الاشياء. اذا فاليد تعود الى معنيين، معنى القدره والقوه اساس، والى معنى اخر هو السعه في الانفاق، بعدها معاني اخرى. فاما القدره اي الاساس انك تقول هذا بني بيد، أو سيضرب فلان بيد من حديد، وما عنده لا يد ولا حديد ولا وجه، أي بقوة، قد ضرب هذا كذا بيد من حديد. ما كانش واحد عنده شي يد ديال الحديد، غير الروبويات اللي عندهم اليد ديال الحديد، ما كانش واحد عنده شي بنادم عنده اليد ديال الحديد، شي إلى عنده الحديد ماشي يده. فلذلك يقصد به القوة، ولذلك تحدث الله تعالى عن عباده الذين قال عن أولي الأيدي زين والأبصار، أولي الأيدي والأبصار، أي فلان له ليست له يد ليست له يدان، له الأيدي البيضاء، فلان له الأيادي البيضاء، الأيادي البيضاء. لو كانت الجارحة ما كان له أكثر من يدين، كاين شي واحد عنده أكثر من جوج؟ ولكن حينما تتحدث عما هو معنى تقول فلان له على هذه كذا أيادي، فأنت تتكلم الجمع، ولكنك لا تقصد الجارحة، لو كنت تقصد الجارحة كان كلامك باطلا. إذن فهنا معنى هو معنى القوة، والمعنى الثاني هو الإنفاق والساعة في الإنفاق. ولذلك كان اليهود دائما يريدون أن يصفوا الخالق بأنه لا يعطي، والبخل كانوا يصفون أنفسهم الله بالبخل وأنهم هم الذين يعطون، وإذلك قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هم قالوا يد الله يد ومغلولة، يد واحدة ومقبوضة، إذن فلا حركة. فقال الله تعالى بل لم يقولوا يد، ولم يقل بل يده، قال بل يداه، ها؟ يداه أي إن نعمته كثيرة
وأنها واسعة. إذن هذا المعنى الثاني. ومن المعاني التي تستعمل في العربية بمعنى بشيء يقارب هذا هو التي نستعملها نحن والنعمة. كاين شي واحد يقول لا 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 كلشي تكشي ماشي هذا هو العربية. إذا ما تعرفش الشرك ما تعرفش العربية تكلم على شي لغة واحدة أخرى. فلان له على فلان يد. اليد له هي بمعنى النعمة أي له نعمة عليه. ليه فلان له على فلان يد أو له يد على فلان ليس معنى أن يده فوق رأسه لا له عليه يد بمعنى أنه أنعم عليه صاحب نعمة. فتقول يا أنا فلان له علي أيادي بيضاء أيادي أسمى تخش لي أيدي قل أيادي في النعمة يجمع على هذا أيادي. ولذلك الشاعر كان يتحدث عن هذا خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضى لها حين يغضب. ويصف نفسه هذا شاعر قوي النفس الشريف الرضي الشريف الرضي هذا من هذا من 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 من, من نقباء الشيعة. كان خلقت عيوفا أي صاحب كرامة لا أرى لابن حرة لا أرى لرجل حرة علي يدا لا أقر لأحد يكون له علي يدا أغضى لها أي أنني أكسر حين يغضب. إن يكون له عليك اليد إذا غضب تطأطئ الرأس لأنه صاحب النعمة عليك. خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضى لها حين يغضب تحلم عن كر القوارص شيمتي كأن محيل الذنب بالمدح مطنب لساني حصات يقرع الجهل بالحجاء إذا نال مني العاضه المتوثب ولست براض أن تمس عزائمي فضالات ما يعطي الزمان ويسلب غرائب آداب حباني زماني بها وصرف الدهر نعم المؤدب. قصيدة جميلة جدا وطويلة وفيها أثر الشهامة لكن الناس لا يقرؤون هذا لأنهم يقرؤون شيئا آخر ليس فيه هذا النفس. لا أرى لابن حرة علي يدا هذا الشاهد هو أنه لا يريد أن يكون لرجل لابن حرة كيفما كان عليه نعمة يغضى لها حين يغضب. إذن فلاحظوا هذه معاني القوة وليدي والبصار وداود دليد وداود دليد لم يكن لداود أيادي كثيرة كان رجلا كنا ولكن هنا بمعنى القوة القدرات واليد بمعنى الإنفاق بل يداه مبسوطتان ينفق يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء فيه الكرم. واليد التي ذكرت لكم ثالثا هي النعمة فلان له على فلان نعمة أو له على هذه الجهة يد بيضاء تذكرها له أي له عليها نعمة. ويبقى بعد ذلك أن هنالك معاني أخرى من معانيها الكرم في يشبه هذا الذي ذكرت لكم. النبي صلى الله عليه وسلم نختم بعد نولي لها الكلمة اليد قال لزوجاته لما كان في مرضه الأخير قال لزوجاته أسرعكن عقلوا هذا الحديث أسرعكن لحوقا بي أطول كن يدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أي المرأة منكن التي ستلحقني مباشرة هي التي هي أطول كن يدا. شوف أسرع كن لحوقا بي أطول كن يدا. فالنساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كن يتساءلن من هي الأطول أطول يدا إلى درجة أنهن كن يأتين ويرفعن أيديهن على الجدار ليرين أي النساء هي أطول كأن المسألة تقيس كل واحد لعل الفلانة تقول فؤدي. ثم التي لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم هي سودة. لماذا؟ ليس لأنها كانت طويلة اليد وإنما لأنها كانت امرأة تشتغل خذوا هذه وخذوا فيها تشتغل في الدباغة. كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشتغل كانت تأتي بتشتغل بالجلود والصوف في بيتها
وتجمع المال وتتصدق. هذا شغل ليها، تجمع تشتغل. كانت صناعا، عندها صنعة، صنع الإنسان الصنعة ويحسن الصنعة، وتشتغل وتجمع المال ثم تتصدق. فصارت بذلك أطول النساء يدا، صارت معنى طول اليد هنا ليس هو طول الحسي والجسدي، إنما الطول في هذا. ولاحظوا أن هذا الاستعمال ينبهي حتى على بعض هذه الصحابيات، وظللنا أن القضية أو أن التعبير حقيقي، فإذا به مجازي. والذي أكد هذا هو أنها هي التي كانت لحقت وكانت هي أطول النساء يدا بالإنفاق. فلان له يد طويلة، ليس لأن يده قد لا تكون له يد أصلا، ويقال لفلان له يد إذا كان كريما، إذا كان منفقا، وقد لا يكون له أصل يدان، وإنما يأمر بأن ينفق المال فيكون، لأنه لا علاقة بين، هذه ليست من قبيل الأشياء الحسية. إذن هذه استعمالات لهذه الكلمة، وهناك كلمات أخرى إن شاء الله سهو، أو استعمالات في كتاب الله لهذه الكلمة، لتروا كيف أن هذه كلمة واحدة يستعملها القرآن بدلالات متعينة متعددة، وأن فقه القرآن هو هذه القراءة. حينما نقرأ الكلمة في سياقها في دلالتها، نرجعها إلى أصلها في اللغة العربية، ونعود بها إلى كتاب الله كيف استعملها، حتى لا يكون كلامنا كلاما مبعثرا أو مشتتا. حتى إن شاء الله اللقاء المقبل إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.